المحسن بين الحقيقة والخرافة والسياسة؟ ما هي الأدلة العلمية التي تنفي العصر وكسر الظل والإسقاط لأن هذه القضية خطيرة؟ فأصحاب المنابر سنوضح لك وبالدليل والبرهان أنا والأخ جعفر، فقد انبرى المرجع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحثنا بعنوان المحسن بين الحقيقة والخرافة والسياسة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. صدق الله العلي العظيم. تعد قضية حادثة دار الزهراء عليها السلام وما نسب لها من أحداث موضوعة ومكذوبة، من إحراق الباب والعصرة وكسر الضلع والمسمار وإسقاط الجنين المحسن الذي لا وجود له أصلا، من أبرز القضايا التي كثر الجدل حولها بين الفرق الإسلامية السنية والشيعية، حيث انقسمت إلى فريقين بين قائل بعدم أو وجود أو صحة هكذا أمر رافقت حادثة الدار، وبين قائل بوجودها. أما القائلون بوجود تلك الأمور عصرة وكسر وإسقاط ومسمار، فقد اعتمدوا على روايات موضوعة لا صحة ولا واقع لها، روجها أصحاب المنابر ممن لا حظ لهم بالعلم والدليل العلمي، وهم تابعون لمؤسسات خبيثة نجسة منحرفة هدفها بث الطائفية والحقد والسب الفاحش وقذف المسلمين. أرجو يا صديقي أن تبين لنا ما هي الأدلة العلمية التي تنفي العصر وكسر الظل والإسقاط لأن هذه القضية خطيرة، فأصحاب المنابر يذكرون ويكررون حادثة العصر والكسر والإسقاط بشكل دائم. بكل سرور يا صديقي، سنوضح لك وبالدليل والبرهان أنا والأخ جعفر، فقد انبرى المرجع المحقق الأستاذ الصرخي الحسني دام ظله، وبكل شجاعة وقوة قلب بالدليل والبرهان ليقولها بملء الفم بأنه لا يوجد هكذا حادثة رافقت حادثة الدار، فقد أثبت عدم وجود المحسن أو أي عصرة ولا كسر ولا مسمار ولا أسقاط ولا وجود للمحسن، وذلك من خلال بحثه الموسوم المحسن والباب والإسقاط بين الحقيقة والخرافة والسياسة. نعم يا صديقي، وكذلك قد طرح سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد الأستاذ الصرخي الحسني دام ظله عناوين ومحاور عدة، منها: الشيخ المفيد ينكر وجود المحسن، الطبرسي يطابق المفيد في نفي وجود المحسن، الإربلي وأئمة العلماء والعقلاء على نفي المحسن، مع ابن الطقطقي والحلي 8 قرون تنفي المحسن، توافق شيعي سني على إنكار الباب والعصرة والإسقاط، فاطمة الزهراء عليها السلام تنفي العصرة والإسقاط وكسر الضلع والمسمار، الشيخ المفيد أبطل حادثة الباب أنكر المحسن والإسقاط، عمر أم كلثوم علي عليهم السلام مصاهرة تنسف أسطورة الباب والإسقاط، وهنالك نقاط كثيرة لا يسع المقام لذكرها، فضلا عن أن البحث ما زال مستمرا ولم يقف عند تلك المحاور
ليهدم المرجع الصرخي الحسني دام ظله من خلال هذا البحث أهم مرتكز طائفي شق عصا المسلمين والذي كان سبباً في التقاتل والتناحر، حيث هدمه هذا المحقق البارع بمعول العلم والتحقيق العلمي الموضوعي الوسطي الذي يمثل وسطية الدين، ويهدم كذلك كل مشاريع الطائفية التوسعية الخبيثة التي أريد ويريد منها النيل من الإسلام وقادته ورموزه. على مهلك يا صديقي، لقد زدتني حيرة وشوقا إلى معرفة أدلة البحث وتفاصيله. فأنت تقول إن الزهراء عليها السلام والشيخ المفيد والطبرسي والحلي ينفون العصر والإسقاط وكسر الضلع والمسمار، وتقول هناك توافق شيعي سني على إنكار الباب والعصر والإسقاط. أرجو أن تبين لي أكثر مع ذكر الدليل والبرهان. نعم يا صديقي، سأبين لك أدلة القائلين بنفي حادثة المحسن والإسقاط والعصرة والباب بصورة موجزة، وأقتبس لك مقتبسات من بحث المحقق الأستاذ الصرخي الحسني دام ظله، حيث يقول المحقق الأستاذ دام ظله الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه يتبنى القول بعدم وجود المحسن، حيث قال في كتابه الإرشاد أولاد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 27 ولدا ذكرا وأنثى، الحسن والحسين وزينب الكبرى وزينب الصغرى، أم كلثوم، أمهم فاطمة البتول سيدتي نساء العالمين عليها السلام. فالواضح جدا إن مبنى المفيد رضوان الله تعالى عليه النافي لوجود المحسن يبطل يقينا دعوى الإجماع على وجوده. نعم يا عزيزي، وعلى نفس منهج ومبنى الشيخ المفيد سار الشيخ الطبرسي في نفي وجود المحسن من الأصل. قال في كتابه إعلام الورى، قال في ذكر أولاد أمير المؤمنين عليه السلام وعددهم وأسمائهم وهم 27 ولدا ذكرا وأنثى، فلم يذكر المحسن. وكما فعل المفيد فقد أكد الطبرسي على نفي المحسن من الأصل، واختار أن لفاطمة عليها السلام 4 أولاد فقط لم يذكر المحسن، حيث قال الحسن والحسين وزينب الكبرى وزينب الصغرى، أم كلثوم، أمهم فاطمة البتول عليهم السلام. فأين المحسن وأين الخرافة الإسقاط؟ نعم يا صديقي العزيز، وعلى نهج المفيد والطبرسي قد اختار الإربلي نفي وجود المحسن، حيث يبين في كشف الغمة قال إن أولاده الذكور 14 ذكرا، الحسن والحسين عليهما السلام وأبو بكر والعباس وعثمان وعمر ومحمد الأوسط، ولم يذكر الأربلي هنا المحسن معهم. نعم، نقيب العلويين ابن الطقطقي الحسني المحقق والمؤرخ النسابة من القرن 8 الهجري يتفق مع مبنى الشيخ المفيد في نفي وجود المحسن من الأصل. ففي الأصيل في أنساب الطالبين قال أعقب عليه السلام من 5 أولاد، الحسن والحسين عليهم السلام ومحمد بن الحنفية والعباس وعمر الأطرف، فلم يذكر المحسن أصلا ولم يشير إليه ولو بضعف ووهن. نعم، الشيخ رضي الدين الحلي يوافق المفيد في نفي أي وجود للمحسن، قال في العدد القوية كان له عليه السلام 27 ذكرا وأنثى، الحسن والحسين وزينب الكبرى، أم كلثوم من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ذكر الإناث والذكور وأمهاتهم ولم يأتي بأي ذكر للمحسن. اتفاق هؤلاء العلماء المفيد والطبرسي والإربلي وابن الطقطقي والحلي وأمضاء الآخرين على طول القرون 5 الرابع إلى 8 يكشفوا عن قراءة الموضوعية والفهم الصحيح لما وصلهم من القرون السابقة
الأول والثاني والثالث من تراث روائي بخصوص المحسن، فيثبت انتفاء وجود المحسن لثمانية قرون هجرية من الأول إلى الثامن. شكرا يا صديقي على هذه الأدلة الواضحة والبينة، لكنك ذكرت أن فاطمة عليها السلام تنفي العصر والإسقاط وكسر الضلع والمسمار، فأرجو أن تبين لي كيف أن الزهراء تنفي هذه الحادثة. نعم يا صديقي، والكلام في خطوات. أيام معدودة مرت على حادثة بيت فاطمة عليها السلام المترتبة على الخلافة والبيعة، نتفاجأ بخروج الزهراء عليها السلام بتمام الصحة والسلامة الجسمية البدنية، متوجهة نحو المسجد النبوي تحاكي مشيتها مشية أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإلقاء خطبتها الفدكية الطويلة المعروفة. بعد ذلك توجهت عليها السلام نحو قبر الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عادت إلى أبيها، ثم عادت إلى بيتها حيث ينتظرها الإمام علي عليه السلام. في كل ذلك ما زالت مولاتنا الزهراء عليها السلام بصحة وسلامة جسمية بدنية. حزن الزهراء الشديد بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومقامها وإجلال الصحابة لها وتهيئة المكان لجلوسها والنساء وتفاعل حشد الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم مع كلامها وطول خطبتها وما تضمنت من أمور عظيمة وخطيرة، مترافقة لحوارات ونقاشات عديدة وغير ذلك، يولد ترجيحا واطمئنانا بأن حدث الخطبة قد استغرق ساعات منذ خروجها حتى عودتها مرورا بقبر أبيها صلوات الله عليه. ولا بد من التأكيد على أن سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام ما زالت بصحة وسلامة بدنية وجسمية بالرغم من طول الوقت والجهد الشديد، إذا كانت عليها السلام قد فعلت كل ذلك وهي بتمام الصحة والسلامة الجسمية البدنية، فأين صارت عصرة الباب والمسمار والضلع المكسور والمحسن السقط ومرض الموت الذي كانت فيه وماتت فيه؟ والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.